يقول عندي مشكلة وهي مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية ومدمن عليها وشاهدتها بكثرة بعد رمضان، يعني هل هذه تبطل الأعمال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمشاهدة الأفلام الإباحية الفاضحة لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر، ولذلك أنت على كل جارحة من جوارح بدنك عبودية لله عز وجل أمرا ونهيا. والبصر هذا ستسأل عنه يوم القيامة، قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل أن الله تعالى يقبض روحك على مثل هذه المعصية، ما قولك بين يدي الله؟ ما هو جوابك وقد أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة وأمرك بشكرها؟ أمرك جل وعلا بشكرها، وشكرها وشكر هذه النعمة أن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتذكر هذا الأمر، لك أن تتخيل لو أنك نمت على هذه المعصية وما استيقظت، وإنما قبض ملك الموت قبض روحك، ما أنت قائل لربك عز وجل؟ وما هو عذرك بين يدي الله؟ فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تراقب الله، فإذا غابت عين الرقيب البشري فلا تنسى عين الله الذي لا تنام، لا تنام عينه سبحانه وتعالى، فهو يراك ولا يخفى عليه من عباده خافية. ويجب عليك أن تسعى في طرق الحلال، ومن ذلك الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا تبتعد عن كل هذه الوسائل التي تقود بك إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة الخبيثة، هذه كلها يعني مهاوي سحيقة توصل العبد إلى النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. وعليك أيضا أن تعيش أجواء إيمانية بصحبة الأخيار، صحبة الصالحين، حضور مجالس العلم والذكر وحلق العلم، هذه كلها تجعل هذه المعاصي حقيرة في نفسك لا تنظر إليه. أما إذا انفرد بك الشيطان فسيزين لك سوء العمل وستجده شيئا كبيرا وعظيما. فعليك أن تتقي الله وأن تخاف الله، خاصة وأنك ولله الحمد قد من الله عليك بصيام شهر رمضان، صمت رمضان وقمت رمضان، قمت ليالي رمضان وقرأت القرآن، كيف تعود إلى مثل هذه القاذورات؟ فعليك أن تتنبه لنفسك.